باذن الله. هاجي اسالك على العدد عدى خلاص يعني المباراه وعدت اكيد السيناريو ان شاء الله علشان باذن الله فرقتنا النادي الاهلي توصل للدور الثمانيه ايه اللي يتعمل من خلال المباراه؟ انا بتكلم على نتائج يعني اكيد المباراه بيتا كلوب مباراه صعبه هناك يعني فاشرح لنا كده السيناريو. انا دايما يعني بشوف في دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا من خبراتنا مع بطولات دوري الابطال في السنوات الماضيه ان انت دايما بتقسم البطوله ماتشات على ارضك وماتشات خارج ارضك. انت بيبقى المفروض بيبقى عندك ثلاث ماتشات على ارضك يفترض انك تاخد منهم التسع نقاط، وعندك ثلاث ماتشات خارج ارضك في وجهه نظري الشخصيه محتاج انك تاخد منهم اربع نقاط بحيث يوصل عدد نقاطك 13 نقطه، وفي افريقيا اللي بياخد 13 نقطه في وجهه نظري بيتصدر يعني احنا زي اوروبا ما بنوصلش 15 و16 وكده. وفي بعض الحالات النادي الاهلي وصل ب 11 نقطه بس كان يعني وصل كتاني مجموعه يعني. فاحنا دلوقتي واقعيا احنا خسرنا خمس نقاط. الخمس نقاط دول احنا هنيجي نقسمهم، احنا من التسعه بتوع ارضنا خسرنا منهم لغايه دلوقتي اتنين، وخارج ارضنا احنا خسرانين من التسعه خسرنا ثلاثه، يبقى انت لازم تعوض النقطتين اللي انت خسرتهم في ارضك بانتصار بره خارج الارض. ناقص لك كام ماتش خارج الارض؟ ناقص لنا اتنين، واحد مع فيتا كلوب وواحد ان شاء الله مع المريخ السودان. فانا في وجهه نظري الشخصيه باذن واحد احد احنا ناقص لنا تسع نقاط باذن واحد احد. اذا خدنا منهم سبع نقاط فكده هنوصل ل 11 نقطه مع خدمه في النتائج المباريات ربما ناخد الصداره. مش عايزين خدمات بصراحه يعني ربما ناخد يعني انا بتكلم على الصداره لكن بتكلم على الصداره بالظبط. لكن انا بشوف ان احنا اقل تقدير لينا من التسع نقاط سبعه باذن واحد احد. ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله يكرمنا. خدنا التسع نقاط يبقى باذن الله النادي الاهلي متصدر للمجموعه ان شاء الله باذن الله.